القصص ولا الشعر؟ كلها مرتبطة ببعضها يا سعد. أصلاً اللي يوثق لك القصص قصة ولا الشعر. قصة ولا شعر؟ فاهمك. أنا أقول الشعر، لأن الشعر تستخرج منه قصة يوثق لك الحدث. طيب هل الشعر يبدأ بقصة؟ يعني تسلسل حقه قصة شعر بعدين نفس الشعر هذا هو اللي يمسك القصة أنها تستمر صح؟ على حسب أسلوب الشاعر. أسلوب الشاعر هو حر، بعض الشعراء يستهل قصائده بغزل، يتغزل بمحبوبته ثم ينتقل إلى لب الموضوع ثم يبدأ بالحكم، ثم بعض الشعراء يبدأ بالقصة سردا من البداية إلى النهاية ثم يوقف. فهي على حسب الشاعر، لكن أنا أقول إنه قصة تصير تمام وفي واحد متكي هناك، ولا ممكن إنه يخوض المعركة نفسها وبعدين هو يوثق لك الأحداث اللي صارت قصيدة. وعلى سبيل المثال زهير بن أبي سلمى أرث لك طال عمرك حرب داحس والغبراء وكيف تم الصلح فيها بقصيدة علقت من ضمن المعلقات اللي الشهيرة. زمان الخير قد حان وقد صرنا به الآن.